الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء اللي طلبت الحكومة بيه المؤسسات والهيئات بأنه الكهرباء يتم الترشيد بيها. الحقيقة خلينا نقول خبر مهم، بس قبل الخبر ده عايزة أقول لكم، قبل الخبر ده كنت موجودة يعني من حوالي أسبوع في بريطانيا، في لندن تحديدا، وكنت بتابع الأخبار هناك وسمعت الخبر الخاص عندهم بالكهرباء. فكانوا بيكلموا المواطنين وبيكلموا معاهم على أنه ممكن الكهرباء في الشتاء يكون في انقطاع، وكانوا بيتكلموا على الزيادة الفعلية اللي هتكون على المواطن الإنجليزي أو البريطاني اللي هتوصل أكتر من 80% على فاتورة الكهرباء. طبعا ده رقم كبير جدا، عندهم مشاكل كبيرة قوي في الكهرباء وفي الطاقة وفي الغاز، ودي يعني بيتكلموا فيها طول النهار. حتى برامج المسابقات اللي بتتعمل على شاشات التلفزيون بيحاولوا يحطوا فيها بعض الأفكار علشان تساعد الناس، يعني مثلا يقول له لو كسبت في المسابقة دي ندفع لك فاتورة الكهرباء. يعني هي فكرة إنه كمان يبسط على الناس وكلهم يحاولوا يفكروا ويلاقوا حلول. طيب حتى فرنسا النهاردة، ويمكن سمعته في نشرة الأخبار برضو، يعني رئيسة الوزراء الفرنسية كانت بتتكلم على مشكلة الكهرباء وإنه هي هتحاول إنها تحل أو تشوف يقدروا يعملوا إيه. هم برضو عندهم نفس المشكلة. رئيسة الوزراء برضو الإنجليزية ليزا تراس هي كمان علقت وهي بتتسلم المهام بتاعتها، وقالت من أهم الأشياء اللي هتتكلم فيها أو تحاول إنها تجد فيها حلول هي مشكلة الطاقة والكهرباء. فإذا المشكلة الحقيقة في أوروبا مشكلة كبيرة، ومع دخول بقى شهر الشتاء، أنت عارف دلوقتي بدأت درجات الحرارة تقل عندهم، هتلاقيها بالنهار ما بين 16-17 وبدأوا بالليل تبقى 9-10. ده حال أوروبا هذه الأيام، لأن هم خلاص بيستقبلوا فصل الخريف. هم الشتاء ممكن يبدأ عندهم طبيعي جدا من الشهر الجاي، ويبقوا محتاجين إلى شوية من التدفئة، لأنه طبعا بيبقى الطقس حقيقي بارد جدا. مشكلة هتقابل العالم كله. لكن خلينا نرجع لمصر، وزي ما قلت لحضراتكم لما الحكومة طالبت مجموعة من الهيئات والوزارات والمؤسسات بترشيد الكهرباء، يعني ما يبقاش فيها على المباني كهرباء، وبالتالي كمان كان ميدان التحرير وكل الأماكن. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه في انفراجة حصلت، وإنه يعني ترشيد الكهرباء على مدى وقت قليل، أسبوع أو أسبوعين، حصل الحقيقة تقدم. ده خلينا نقول يعني نشوف كده، نقرأ معاكم الخبر ده في انعقاد لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، انعقاد مع الاجتماع اللي بيتابعوا فيه نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء. وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في توفير كميات كبيرة في الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء. ده نحط تحتيه أكتر من خط، يعني معناها أنه بقالنا شهر الحكومة قالت على ده، وفي الشهر ده حصل فيه مساهمات. إيه المساهمات بقى؟ تم تصدير شحنتي غاز طبيعي إضافية إلى جانب كميات الغاز المختلفة للتصدير. يعني إذن التوفير اللي حصل ده خلانا نقدر نصدر، إحنا بنتكلم على شهر، نصدر يعني شاحنتين نقدر نقوم بالتصدير فيهم. فده معناه أنه هذا التوفير يقدر يساعدنا بشكل كبير. طب ده كان عن الأماكن الحكومية والمؤسسات، فما بال إحنا كمان في بيوتنا؟ لو عملنا ده أكيد هنساعد نفسنا أولا، إحنا المواطنين، وهنساعد دولتنا. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل. دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مساء الخير يا دكتور. يعني أنا بالنسبة لي ده خبر لطيف، يعني خبر لطيف، خبر إيجابي، وخصوصا في وسط الأخبار العالمية اللي كلها مليانة مشاكل وبتواجههم مشاكل كبيرة. تفضل. دكتور أيمن، حضرتك بس أستأذنك تبقى واقف علشان الصوت يبقى مظبوط كده. تمام كده، كده تمام، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك ان هو يعني الحمد لله احنا وسط التحديات اللي بتواجه العالم كله في موضوع الطاقه والكهرباء، الحمد لله زي ما حضرتك اشرت احنا واقفين الحمد لله في يعني موقف كويس جدا بالنسبه لتوفير الطاقه الكهربائيه
داخليا، وكمان في نفس الوقت عندنا احتياطي بيلبي الاحتياجات بالنسبه للتصدير، وده شيء ايجابي كويس جدا. والاحتياطي ده ساعدنا في ان احنا نقدر نعتمد اولا على الوحدات اللي كفاءتها عاليه لذات النظام الدوره المركبه، وكمان في نفس الوقت قدرنا ان احنا نعمل يعني توفير الغاز الطبيعي باستبدال جزء منه ميل بالمازوت، وكمان في نفس الوقت الاحتياطي ده خلانا ان احنا كمان نقدر ان احنا نصين وحداتنا، نرفع من كفاءتها. ده جزء مهم جدا، بالاضافه للجزء الاخر الجزء الخاص بالترشيد. يعني الترشيد ايضا ساعد بدرجه ايجابيه كبيره جدا في ان احنا نوفر او ان نبقى في عائد اقتصادي من تصدير الغاز. زي ما حضرتك اشرتي هي فرصه يعني متاحه لينا كويسه جدا، وكمان في نفس الوقت الحمد لله احنا الاحتياج اللي حوالينا بالنسبه للطاقه كبير جدا. احنا عندنا الوفره ديت، عندنا القدره على ان احنا، وعايز اقول لحضرتك ان احنا في اهتمام كبير جدا كمان بنقطه ثانيه وهي الربط معانا. يعني اول حاجه ان احنا عندنا غاز نقدر نصدر، كمان في نفس الوقت عندنا قدره للربط الكهربي خاصه مع اوروبا، وده كله بالحفاظ على الاحتياجات بتاعتنا الداخليه، وده نقطه مهمه جدا. يعني احنا كل التوفير ده لا يخل ابدا بتوفير احتياجاتنا، سواء بالنسبه للداخل للتصوير والصناعه، وكمان في نفس الوقت تصدير للربط الكهربي للدول الكبرى. تمام. طيب يعني اذا كنا بنتكلم هذا الكلام الايجابي، بنتكلم على شهر مضى وقدرنا نعمل فيه هذا التوفير، خلينا برضو نتكلم يعني وحضرتك قول لنا، هل لما يبقى فيه كمان استجابه اكثر للمحلات اللي موجوده في الشوارع؟ احنا احيانا بنشوف كهرباء كتيره جدا في المحلات، يعني زياده عن اللزوم، المحل مش محتاج كهرباء الخارجيه اللي في الشوارع دي. كمان المنازل، هل الترشيد ده لو حصل يقدر يساعدنا كمان اكتر؟ يعني الحكومه لم تطلب من الناس، ولكن انا بتكلم لو احنا الناس بقى مننا لنفسنا بدانا نعمل ده في بيوتنا، هل ده كمان يؤثر بشكل ايجابي زي ما حصل بالنسبه للمؤسسات والاماكن العامه؟ بالتاكيد طبعا. يعني اول حاجه هو هيعود مباشره علينا احنا كمواطنين في ان احنا نقلل الفاتوره، وده شيء مهم يعني. والحاجه الثانيه زي ما حضرتك اشرتي هو ان احنا نبقى مشاركين ومساهمين في العائد الاقتصادي من تصدير الغاز. وعايز اقول لحضرتك الترشيد مش معناه ان احنا يعني نفصل الكهرباء او نطفي النور كله او لا، الحاجات دي مش دي المطلوبه. المطلوب ان احنا نرشد، يعني نقلل استهلاك الكهرباء الزائد عن الاحتياج. صحيح. ويمكن احنا يمكن في الصيف بيبقى الاستهلاك بيبقى اعلى بالنسبه للتكييف، ولكن في الشتاء ايضا في استهلاك كبير خاصه مع السخانات، مع الدفايات، مع الاجهزه اللي بيبقى فيها استخدام للتسخين بصفه عامه، دي اكيد كل دي بتستهلك كهرباء. صحيح. كمان في نفس الوقت عندنا ثقافه ان احنا اي جهاز كهربي احنا بنسيبه في مصدر الكهرباء 24 ساعه، الشواحن، التلفزيونات، الكاتل. صحيح. او الاجهزه الكهربائيه كلها، لو احنا اي جهاز كهربي احنا مش محتاجينه فصلناه، ده هيساعد في الترشيد بصفه عامه. كمان في نفس الوقت الجزء الخاص بيه، لو السخان الكهربي لو يعني لو انا استخدمته او انا شغلته قبل ما احتاجه او بستخدمه بحوالي ثلث ساعه او نص ساعه، هيديني درجه حراره محتاجها، وفي نفس الوقت هيقلل لي الاستهلاك بتاع الكهرباء، بدل من ان اسيب السخان 24 ساعه موجود يبرد ويسخن ويبرد ويسخن. صحيح. الجزء الاخر زي ما احنا قلنا، المكان اللي انا مش محتاجه وزي ما حضرتك اشرتي الاضاءات الزياده عن الاحتياج اوفرها، هتعود بناء بالنفع ان انا هتقلل الفاتوره، وفي نفس الوقت طبعا هي عارف يعني دكتور ايمن هي محتاجه ايه بالذات مع دخول الشتاء؟ شويه وعي عام. يعني احنا ان شاء الله نعمل ده عندنا في التاسعه، هي شويه وعي عام برضو، تذكره للناس. يعني هي فكره انه في حاجات كتير ممكن نستغنى عنها. على رايك انا دايما بلاقي الناس حاطه شاحن الموبايلز على طول، ما بتشالش ابدا، وفكره الحاجات دي محتاجين شويه وعي عام. احنا بنسميها الحاجات البسيطه دي بنسميها سارق كهرباء، يعني لما نسيب الشواحن، نسيب التلفزيونات موجوده حتى لو هي مطفيه، ما
بس اللي مطفيه بالريموت كنترول، بس هي مطفيه، بس اللي عنده مثلا مشترك منور فهو بيسحب كهرباء اصلا. بالتاكيد كل الحاجات دي كلها بتسحب كهرباء من غير ما احس، حتى بنسميها سارق كهرباء. فزي ما حضرتك، هي ثقافه في كل الموارد المتاحه بالنسبه لنا. الترشيد ده مهم صحيح. جدا علشان الـ يعني طبعا احنا بيبقى في ميزانيه بتاعت او دخل اي شخص بيبقى في ميزانيات كتير جدا، سواء بالنسبه للتعليم، بالنسبه للكهرباء، كل حاجات كتير جدا. فاحنا ثقافه الترشيد في اي مورد بالنسبه لنا دي مهمه جدا، هنستفيد بالمورد نفسه وفي نفس الوقت هيوفر لنا في الدخل بتاعنا. اكيد. دكتور ايمن، اتمنى اكلمك الشهر الجاي يكون عندنا خبر تاني ايجابي زي هذا الخبر بترشيد الاستهلاك اللي حصل في الاماكن والمؤسسات الحكوميه. عمل هذا الترشيد وقدرنا نصدر الشاحنتين اللي حضرتك تحدثت عنهم. اشكرك جدا دكتور ايمن حمزه، المتحدث باسم وزاره الكهرباء.